الغلاء. شكرا لك منى، واهلا بكم مشاهدينا مره اخرى مع ضيفنا الكريم لتحليل الانتخابات الرئاسيه الامريكيه الاستاذ السيد هاني، نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه والكاتب المتخصص في الشؤون الدوليه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، اهلا وسهلا. يعني بالتاكيد الجانب المهم لنا كشرقيين في هذه الانتخابات هو ملف الشرق الاوسط في اذهان كل من المرشحين. بالتاكيد قضايا الشرق الاوسط هي قاسم مشترك لكل منهما، لكن وجهات النظر بتختلف ما بين المرشح الجمهوري والمرشحة الديمقراطية. تعليق حضرتك ايه على يعني التوجه نحو الشرق الاوسط بعد الانتخابات الامريكية في حال فوز اي منهما؟ منطقة الشرق الأوسط ستكون من أكثر مناطق العالم تأثرا بنتيجة الانتخابات الأمريكية. نعم. لأنه في حالة إذا فاز ترامب، سأبدأ بترامب، ترامب أعلن أنه سيكون من أولوياته إلغاء الاتفاق النووي مع إيران، وقال أنه سيمزق أوراق الاتفاق. هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدخل في صدام مع إيران، وهذا سوف ينعكس بالضرورة على الأوضاع في اليمن وفي العراق وفي سوريا، وربما يغير شكل الأحداث وخارطة الأحداث في المنطقة. نعم. أعتقد أنه إذا فاز ترامب يجب أن نتوقع أحداث وتطورات كبيرة في الأزمات الموجودة الآن على منطقة الشرق الأوسط. أما في حال فوز هيلاري كلينتون، فهيلاري كلينتون مطالبة بإحداث تغيير أو تطور عن السياسة التي كان يتبعها باراك أوباما، لأنه هناك تحدي بروز الدور الروسي على الساحة الدولية. روسيا تريد أن تعود إلى منطقة الشرق الأوسط عن طريق استخدام القوة، ولا بد من الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن نفوذها ومصالحها في المنطقة بتحجيم الدور الروسي، وهذا أيضا سوف يؤدي إلى نوع من الصدام، ليس بالضرورة صدام عسكري إنما تصاعد الحدة الصدام بين واشنطن وموسكو. طبعا. أريد أن أقول أن هناك ملفات صعبة أمام أي من كل منهما، سواء كان ترامب أو هيلاري كلينتون. ملف العلاقات مع السعودية، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد مطالب بترميم العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية بعد قرار الكونغرس الأمريكي بحق ضحايا 11 سبتمبر. نعم. في مطالبة السعودية بتعويضات مالية. كذلك العلاقات مع تركيا، المعروف أن تركيا هي خط الدفاع المتقدم لحلف شمال الأطلنطي في مواجهة روسيا، والقواعد الأمريكية والقواعد حلف الأطلنطي الموجودة في تركيا الآن بها عدد كبير جدا من القوات الأمريكية والأسلحة الأمريكية، وبالتالي ملف العلاقات مع تركيا لابد من إصلاحه. قد يكون ذلك بتسليم فتح الله جولان إلى تركيا، وده هيبقى تطور كبير. أيضا الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس الأمريكي الجديد سواء كان هيلاري كلينتون أو ترامب مطالب بتعزيز العلاقات مع مصر. تمام. لا أقول ترميم إنما تعزيز، لأنه لا نستطيع أبدا أن ننكر أن العلاقات المصرية الأمريكية سادها نوع من الفتور بعد 30 يونيو 2013، برغم التصريحات البراقة التي كانت تصدر من المسؤولين هنا أو هناك أو تتصدر وسائل الإعلام، لكن حقيقة الأمر أن هناك حاليا فتور في العلاقات المصرية الأمريكية. تمام. طيب ما يتعلق حضرتك بقضايا المهاجرين، لأنه يعني في ظل الأزمات العصيبة التي تواجه المنطقة هناك تدفق للمهاجرين واللاجئين من سوريا ومناطق النزاع في منطقة الشرق الأوسط، ربما يعني بيختلف المرشحان حول قضايا الهجرة تحديدا ومن دول أخرى أيضا من ضمنها المكسيك، يعني تعليق حضرتك إيه على هذه القضية؟ ليست قضية رئيسية على أجندة الرئيس الأمريكي الجديد، لأنه المهاجرين من منطقة الشرق الأوسط معظمهم بيتوجه إلى القارة الأوروبية أو الدول المجاورة الدول العربية، قليل منهم فقط هو الذي يقصد الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لهجرة الهجرة من المكسيك أو دول أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذه قضية قديمة، وهناك أفكار كما قال ترامب بناء سور بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك أو وضع نقاط للمراقبة والتفتيش. هذه قضية قديمة، لأن هذه الهجرة عمرها عشرات السنين، عقود طويلة مضت، وبالتالي هي ليست قضية من القضايا الحادة المطروحة. إنما الذي أشعل هذه القضية
في السباق الانتخابي هو تصريحات ترامب عندما قال أنه لن يسمح للمسلمين بدخول الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وقال أن الدول اللي هتصدر المهاجرين لابد أن تشارك في تحمل الأعباء المالية لهم. وأصدر تصريحات سلبية بشأن قضية اللاجئين لم يرحب بها لا المجتمع الدولي ولا المجتمع الأمريكي. نعم. طيب إحنا هنتوقف ضيفنا الكريم قليلا ومشاهدينا مع استعراض لآخر الأنباء على الساحة مع الزميلة دينا إبراهيم وموجز لأهم الأنباء ونعود بعده لاستكمال حوارنا. إلى موجز الأنباء. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية، كما اطلع على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة في إطار عملية حق الشهيد لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير المخابرات الحربية ومدير المخابرات العامة. ووجه الرئيس باتخاذ التدابير اللازمة كافة للاهتمام بأهالي سيناء في إطار جهود الدولة لتنفيذ برنامج تنمية سيناء. وأشاد الرئيس خلال الاجتماع بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة في التصدي للعمليات الإرهابية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل الدولة الأعباء المالية الواقعة على قطاع الكهرباء نتيجة للقرارات الاقتصادية وعدم تحميل المواطن هذه الزيادة والإبقاء على أسعار شرائح الاستهلاك للكهرباء المعمول بها حاليا. كذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي بوزير الكهرباء محمد شاكر، حيث تم استعراض تطورات العمل في مختلف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع الكهرباء. أشار وزير الكهرباء إلى أن الجهود التي تقوم بها الوزارة منذ عامين أسفرت عن صعود ترتيب مصر 56 مركزا في مجال الكهرباء لتحتل المركز 88 ضمن 190 دولة. وأشار وزير الكهرباء إلى أن إنشاء 3 محطات لتوليد الكهرباء يسير طبقا للجدول الزمني، وأضاف أن التشغيل الجزئي لمحطتي العاصمة الإدارية وبني سويف سيبدأ قبل نهاية العام الجاري. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنة الإفريقية رفيعة المستوى والخاصة بليبيا مع مجموعة دول جوار ليبيا. ويعقد الاجتماع على مستوى القمة بمقر الاتحاد الإفريقي، حيث يشارك وزير الخارجية نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف المشاركة المصرية إلى طرح الرؤية الخاصة بالتعامل مع الأوضاع في ليبيا وتأكيد على محورية اتفاق السخيرات ودعم الجهود كافة والتي تستهدف تحقيق الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية. أدلى 7 ناخبين في بلدة داكسفيل نوتش بولاية نيو هامشاير في شمال شرق الولايات المتحدة بأصواتهم ليلة أمس، مطلقين بذلك رمزيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تقليد يعود تاريخه إلى عام 1960. ويسمح قانون ولاية نيو هامشاير باللجان التي تضم أقل من 100 ناخب بفتح صناديق الاقتراع عند منتصف الليل وإغلاقها فورا أن يدلي ناخبون بأصواتهم. وبذلك حصل داكسفيل نوتش على صفة البلدة الأولى في البلاد. شنت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون هجوما عنيفا على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وصفة إياه بالمدفع الذي لا يمكن التكهن بأفعاله. وأكدت كلينتون أن الناخبين أمامهم خيار واضح بين التقسيم والوحدة، ودعت كلينتون الأمريكيين إلى عدم السماح بفوز منافسها الجمهوري ترامب. وقال ترامب من جانبه أن التغيير الحقيقي في الولايات المتحدة يكون باستبدال باراك أوباما ومن على شاكلته بحسب تعبيره، متعهدا بحل المشكلة الرئيسية التي تواجه الأمريكيين حال وصوله إلى البيت الأبيض. قتل 22 وأصيب أكثر من 20 آخرين من الميليشيات الحوثية وصالح في اشتباكات مع قوات الجيش اليمني والمقاومة المؤيدة له بعدد من المحافظات اليمنية. وفي المقابل قصفت الميليشيات الحوثية عددا من المناطق السكنية في محافظة البيضاء بوسط البلاد ومحافظة في الشمال بالمدافع الثقيلة، وشنت حملة مداهمات على منازل المدنيين واعتقلت عددا من المدنيين، بينما قصفت قرى الصلو
صواريخ الكاتيوشا. من جهة أخرى، قصفت طائرة التحالف العربي مواقع للميليشيات في مديرية الموتون، ما أسفر عن مقتل 5 من عناصر الميليشيات وإصابة عدد كبير منهم. ختام موجز أنباء الساعة وعودة لاستكمال برنامج هذا الصباح. اهلا بحضراتكم من جديد، ونستكمل حوارنا مع ضيفنا الاستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير جريده الجمهوريه وايضا الكاتب المتخصص في الشؤون الدوليه. يعني استاذ سيد، لو كلمنا عن العلاقه مع اسرائيل، علاقه الولايات المتحده مع اسرائيل، وهي علاقه طبعا معروفه يعني منذ تاسيس هذه الدوله في قلب منطقه الشرق الاوسط. هل يعني نحن بصدد تغير ما في علاقه الولايات المتحده باسرائيل إذا ما فاز يعني سواء هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب، أم أن السياسة الأمريكية ستظل كما متعرف عليه يعني تجاه إسرائيل والسكوت عن جرائمها في المنطقة؟ السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط ستظل تدافع مصالح إسرائيل بالدرجة الأولى. نعم. وهذا عبر عنه الكثير من المسؤولين الأمريكيين في الإدارات السابقة، ومن أشهر هذه التعبيرات ما قالته يوما ما مادلين أولبرايت عندما قالت أن الولايات المتحدة الأمريكية ستظل تدعم إسرائيل طالما تشرق الشمس. هناك نوع من السباق أو المنافسة بين المسؤولين الأمريكيين، خاصة في سباق الانتخابات لدعم إسرائيل، وكلنا لاحظنا خلال فترة باراك أوباما كيف أن بنيامين نتنياهو تحدى باراك أوباما، بل وكاد أن وجه له إهانة سياسية عندما قام بزيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلقاء خطاب أمام الكونغرس الأمريكي دون أن يكون مدعوا أو عمل ترتيبات بذلك مع الرئيس باراك أوباما. خليني أقول أنه التحالف الأمريكي الإسرائيلي بدأ بالدرجة الأولى بعد حرب 1967. يجب أن نشير أن في بدايات إنشاء الدولة الإسرائيلية عندما بدأت التسلح كان معظم التسليح بتاعها تسليح فرنسي. إسرائيل اعتدت علينا في حرب 1967 بأسلحة فرنسية، قصفت مطاراتنا بطائرات ميراج. كانت الولايات المتحدة الأمريكية قبل 67 بتحرص على اتباع سياسة متوازنة في منطقة الشرق الأوسط. لماذا؟ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عندما تولى دوايت أيزنهاور رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت أجواء الحرب الباردة، أيزنهاور وجد أنه لتطويق الاتحاد السوفيتي يجب أن يقيم علاقات متوازنة مع الدول العربية، خاصة مع مصر، باعتبار أن مصر هي ركيزة المنطقة العربية، وعلى الأقل يحيد هذه الدول فلا يتركها أنها تدور في فلك الاتحاد السوفيتي. كانت العلاقة مع إسرائيل علاقة تكاد تكون حيادية، وخليني أقرأ لحضرتك سطور قليلة قالها أيزنهاور في بداية حكمه. أيزنهاور وجه رسالة إلى إسرائيل في أول عام لتوليه السلطة، قال: ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعلن صراحة بأن إسرائيل لن تتلقى معاملة أفضل من أي دولة عربية لمجرد أن سكانها من اليهود. إن سياستنا تجاه إسرائيل تقتصر على مساعدتها على أن تصبح دولة قادرة على الاستمرار والعيش في تفاهم مع الدول العربية، وإن اهتمامنا برخاء كل دولة من الدول العربية يتساوى تماما مع اهتمامنا بإسرائيل. هذا هو موقف أيزنهاور، والدليل على ذلك أن أيزنهاور مارس ضغوطا كبيرة على إسرائيل لكي يجبرها على الانسحاب بعد حرب 56. طيب، من سيناء. إذا ما نظرنا إلى كلمة هيلاري كلينتون في 21 من مارس الماضي أمام لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، قالت أنه الإسرائيليين أو اليهود يستحقون وطنا آمنا وعلى الفلسطينيين حكم أنفسهم بأنفسهم، بالتالي فهي تؤيد بشكل مباشر الاتفاق الدولتين.
الدولتين، لكن دونالد ترامب بيرى أنه هذا يتوقف على رغبة إسرائيل في إذا ما كانت تقدم تضحيات أم لا. هل هذا الاختلاف بين المرشحين يمكن أن يعني يؤثر على ملف الشرق الأوسط والصراع العربي الإسرائيلي؟ المعروف أن مواقف ترامب تميل إلى التطرف. الدليل على ذلك أنه وعد أنه في حالة نجاحه سوف ينقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وده يتنافى تماما مع قرارات الأمم المتحدة، لأن قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر في 29 نوفمبر سنة 1947 بينص على أن منطقة القدس ومساحتها 0.5% من مساحة فلسطين هي منطقة تخضع للإدارة الدولية، تخضع لإدارة الأمم المتحدة، لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين. وبالتالي عندما يقوم بنقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس فهو بذلك يخالف قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي فده إجراء غير شرعي، فضلا عن التداعيات الخطيرة التي سوف تترتب على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان دائما قرارا يتخذه الكونغرس الأمريكي في مختلف الدورات، ولكن الرئيس الأمريكي في كل مرة كان بيستخدم حق الفيتو في لعدم تنفيذ هذا القرار لخطورة الآثار التي سوف تترتب عليه، وبما يهدد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وبما يدفع أيضا بعض الأطراف إلى الانتقام من الولايات المتحدة. ترامب بيميل إلى التطرف، هو يريد أو على استعداد أن يفعل أي شيء من أجل دخول البيت الأبيض. ولكن بما أننا نتحدث عن الانتخابات الأمريكية، خليني أشير أنا إلى أن ظهور ترامب على الساحة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية هو تطور خطير ويثير القلق، لا سيما أنه طلب من مناصريه عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات في حالة فوز هيلاري كلينتون، وأكثر من مرة أكد على أنه سوف يقدم هيلاري كلينتون إلى التحقيقات والمحاكمات، وربما إذا نجحت هيلاري كلينتون ربما يدفع أحد الناس إلى محاولة اغتيالها أو إلى آخره. الدليل على ذلك أنه أثناء حملته الانتخابية تساءل ذات مرة ألا يوجد أحد يطلق عليها الرصاص، هذا رجل متطرف، هذا رجل غير متزن، وبالتالي إذا نجح فسوف تتأثر الساحة الدولية كلها بأفكاره وبآرائه وبقراراته. هناك قول تردد كثيرا على كل الفضائيات، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مؤسسات، وأن القرار الأمريكي تصنعه المؤسسات ولا يصنعه الرئيس الساكن في البيت الأبيض. وهذا الكلام ليس دقيقا بنسبة 100%. الدليل على ذلك هو اختلاف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية في عهد بوش الابن عنها في عهد أوباما أو عنها في عهد كلينتون. عندما جاء بوش الابن اتبع سياسة خارجية للولايات المتحدة كانت لديها آثار خطيرة جدا على الساحة الدولية، تمثلت في قصف أفغانستان، غزو أفغانستان، تمثلت في تدمير العراق، تمثلت في أحداث كثيرة عملها بوش الابن حتى انعكست على الداخل وكانت لها آثار خطيرة جدا على الاقتصاد الأمريكي. وبالتالي فالقول بأن المؤسسات الأمريكية هي التي تصنع القرار ليس صحيحا بنسبة 100%. لأن القرار الأمريكي يتأثر بدرجة كبيرة بساكن البيت الأبيض. على ذكر الاقتصاد، يعني بالتأكيد ما يهم الناخب في المقام الأول هو مصلحة اقتصاد بلاده، وهو محرك رئيسي لاتجاهات الناخبين للاختيار ما بين كلينتون أو ترامب. الملف الاقتصادي في أجندة كلا المرشحين، كيف تقرأه؟ ترامب وعد برخاء اقتصادي وقال انه يعني سوف يعيد الولايات المتحدة الأمريكية الى ما كانت عليه، ووعد بإجراءات في مجال الضرائب وفي مجالات كثيرة، وحتى هو سمى سباقه الانتخابي برحلة العودة إلى أمريكا الحقيقية، وطبعا يقصد النفوذ السياسي على الساحة الدولية. إنما النفوذ السياسي لا يمكن أن يتحقق بدون دولة تكون قوية اقتصادية. أما هيلاري كلينتون فوعدت باستقرار الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنما لا شك أن الناخب الأمريكي له رأي وما زال يتذكر الأضرار الشديدة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي في عهد الجمهوريين عندما تولى بوش الابن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. في نهاية حكم الرئيس بيل كلينتون سنة 2000 وخروجه من البيت الأبيض في يناير 2001،
كان سايب فائض في الموازنة العامة، فائض في الموازنة العامة للولايات المتحدة الأمريكية 168 مليار دولار. نعم. بنهاية حكم بوش الابن هذا الفائض في الموازنة العامة تحول إلى عجز في الموازنة العامة قدره تريليون دولار. بالإضافة إلى ديون عامة، الديون الداخلية وصلت حوالي أكثر من 14 مليار دولار. يعني ربما طبعا ده بيرجع لتورط الولايات المتحدة في خوض يعني معارك عسكرية وتدخل عسكري في بعض الدول إبان فترة حكم بوش الابن. ما يتعلق بالتدخل العسكري الأمريكي في المنطقة مع وجود داعش، مع وجود هذه القلاقل، يعني تعليق حضرتك إيه على رؤية كلا المرشحين؟ لأنه يمكن كلينتون بتصور نفسها لأنها بتحافظ أو تريد الحفاظ على صورة أمريكا الديمقراطية الراعية لحقوق الإنسان، فيما بيعمل ترامب على يعني التلويح بإمكانية التدخل العسكري المباشر في المنطقة لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. سواء نجح ترامب أو نجحت هيلاري كلينتون، نعم، داعش ستظل موجودة وستظل تحارب في المنطقة وتتوسع في المنطقة، لأن داعش هي صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية. داعش هي النسخة العربية من بلاك ووتر، الولايات المتحدة الأمريكية صنعتها لكي تشتعل الحروب في المنطقة ويتم تصريف منتجات مؤسسة الصناعات العسكرية الأمريكية. كلنا نعرف أن الاقتصاد الأمريكي يقوم في جزء كبير منه على مؤسسة الصناعات العسكرية الأمريكية. نعم. بتصنع دبابات، مدافع، طائرات، أسلحة، ذخائر، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تعيش أبدا بدون حرب. إما حرب بالوكالة وإما حرب مباشرة. وإذا استقرأنا التاريخ سنجد أنها دائما في حالة حرب. الحرب التي تدور الآن هي حرب بالوكالة، تديرها أجهزة مخابرات تشترك فيها أطراف دولية عديدة. هي ليست حرب بين السوريين والسوريين ولا بين العراقيين والعراقيين، إنما حرب بتشترك فيها أطراف إقليمية وأطراف دولية، وحروب بالوكالة بتدار بين الدول. نعم. لمحاولة بسط النفوذ في المنطقة، وبالتالي داعش ستستمر لأنها صنيعة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. طيب الملف السوري في وجهة نظر كل من المرشحين ونظرته إلى الأزمة السورية، يعني بنجد أنه كلينتون بتعتبر أن بشار الأسد هو سبب الأزمة، فيما يعتبر ترامب أنه سبب الأزمة هو باراك أوباما. يعني من خلال هذه الرؤية كيف يمكن أن تتوقع التوجه الأمريكي نحو الأزمة السورية؟ سوريا منطقة نفوذ روسي. روسيا قررت أن تكون الأراضي السورية قاعدة عسكرية كبيرة لروسيا في المنطقة، وبالتالي روسيا سوف تدافع بكل ما تملك من وسائل عن بقائها في سوريا. إذا أرادت هيلاري كلينتون التصدي لروسيا في سوريا فده طبعا قد يشعل مواجهة بين القوتين. لا أرى أن أي من هيلاري كلينتون أو ترامب لديه حلا واضحا للأزمة السورية. نعم. طيب احنا هنتوقف قليلا مشاهدينا مع فاصل بيرصد اجراءات ومراسم تنصيب الرئيس الامريكي، ونعود بعده مباشرة لاستكمال حوارنا مع ضيفنا في استوديو نيل.
أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنستكمل حديثنا مع ضيفنا الأستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير الجمهورية والكاتب المتخصص في الشؤون الدولية. يعني أستاذ سيد، يعني ما يتعلق بالحلفاء، لأنه يعني بنجد الآن أن هناك في تباين في مواقف الدول إزاء كلا المرشحين. بنجد أنه في تأييد من جانب روسيا والصين لدونالد ترامب، فيما يعني أن هناك تأييد من القارة الأوروبية لهيلاري كلينتون. يعني استغلال روسيا أو رغبتها في استغلال تصريحات ترامب في أنها بتتوقع أنها ستقوض حلفاء أمريكا التقليديين، وبالتالي تكون لديها فرصة لكسب ود هؤلاء الحلفاء مرة أخرى. هل بتعتقد أنه سيغير من شكل علاقات الولايات المتحدة مع الأقطاب الكبرى في العالم؟ سيخلق حلفاء جدد الولايات المتحدة في حال فوز ترامب، أم ستظل يعني نفس الحلفاء التقليديين في حال فوز كلينتون بنفس السياسة الأمريكية لباراك أوباما؟ الولايات المتحدة الأمريكية بتواجه على الساحة الدولية تحديات خطيرة تفرض نفسها على الرئيس الأمريكي القادم. من أهم هذه التحديات منطقة الشرق الأوسط، وقد تطرقنا إلى ذلك في بداية الحوار. التحدي الثاني هو منطقة شرق أسيا، لأن الصين التي أصبحت ثاني أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية بدأت في توظيف قدرتها وقوتها الاقتصادية في دور سياسي على الساحة الدولية. بيبرز شيئا فشيئا، الصين بدأت بمنطقتها لفرض نفوذها على منطقة بحر الصين وضم الجزر الموجودة في هذه المنطقة إلى الصين، وبتعتبرها جزء من الصين الأم، وأنها هي التي اكتشفتها وهي التي أطلقت عليها اسمها. ودلوقتي الأساطيل الصينية بدأت تجول في المنطقة، ووصل الأمر إلى أن الصين فرضت مناطق حظر طيران فوق هذه الجزر باعتبارها أرض صينية. الولايات المتحدة الأمريكية بتواجه تحدي خطير وتهديد خطير لنفوذها في شرق أسيا. المعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية لها قواعد في الفلبين، في اليابان، في كوريا الجنوبية، وهذه القواعد بتضم آلاف الجنود الأمريكيين وبتضم أسلحة استراتيجية منها أسلحة نووية. الولايات المتحدة حريصة على أن تظل منطقة شرق أسيا منطقة نفوذ أمريكي بالدرجة الأولى، إلا أن الصعود الصيني بيهدد نفوذ الولايات المتحدة في هذه المنطقة، وهناك توتر وهناك مناوشات حدثت بين بعض الطائرات الأمريكية والصينية، ولكن يعني تجنبوا الصدام يعني. طيب، وبالتالي منطقة شرق أسيا بتمثل أهم التحديات الخطيرة. السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية سوف توجه إلى هذه التحديات. نعم. طيب، إحنا معنا عبر الهاتف من بون بألمانيا السيد ملهم الملائكة، الكاتب الصحفي والإعلامي. تحياتي يا فندم. سيد ملهم. نعم أنا معك، أهلا ومرحبا بك. نعم، يعني كيف تنظر القارة الأوروبية إلى كلا المرشحين كلينتون وترامب من حيث يعني العلاقات المستقبلية للجانبين في إطار اختلاف التوجه ما بينهما، ما بين الحزب الديمقراطي والجمهوري؟ نعم، نحن الحقيقة هو الخلاف الآن ليس، نحن في المرحلة الأخيرة من التصويت والترشيحات. ويبدو أن الحظوظ تتجه باتجاه السيدة هيلاري كلينتون، رغم أن هناك انقسام مجتمعي في الولايات المتحدة حول شخصية المرشحين كليهما. السيد ترامب كما تعلم هو مرشح الشعبويين الآن بشكل كبير، ويدور حوله التيار الشعبوي حتى في أوروبا هنا. أما السيدة كلينتون فهي مرشحة الديمقراطيين وأيضا مرشحة الحركة النسوية، وهذا ما يعاظم حظوظها في الفوز. يعني كل المؤمنين بالحركة النسوية وبحرية المرأة وبدور ريادتها يقفون خلف السيدة كلينتون باعتبارها أول امرأة ستقود الولايات المتحدة الأمريكية. لهذا أنا أرى أن حظوظها قد تكون أكثر بالفوز، قد تكون. نعم، هذه في هذه المرحلة. نحن الآن في مرحلة التصويت، الولايات لا زالت تدي الناخبون لا زالوا يدون بأصواتهم، ولا بد أن نذكر هنا أن ما يعلنه الناخبون على الملأ، خصوصا الناخبون المشاهير من الممثلين مثلا ورجال السياسة، غير ما يدلون به في 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 السر. يعني هناك ممثلون كثيرون ونجوم سينما وفنانون أعلنوا في الملأ أنهم
يقفون على الحياد، ولكنهم في النهاية سيصوتون لأحد، وما داموا يعلنون أنهم على الحياد فالأغلب هم يريدون أن يصوتوا لترامب، ولكنهم لا يريدون أن يفقدوا جزءا من جمهورهم الفني. وهذه مشكلة كبيرة. كلينت إيستوود مثلا أعلن أنه مع ترامب علنا، في حين الآخرين جينيفر لوبس والسيدات الوفيات ميرل ستريب وقفوا خلف السيدة كلينتون باعتبارها رمزة نسويا. المشهد في أمريكا يدور في هذا السياق الآن. أما بالنسبة لمنطقة العربية والشرق الأوسط فيبدو لي أن كلا المرشحين لن يغير شيئا من المشهد هنا. مصالح الولايات المتحدة في المنطقة غير واضحة. السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس باراك أوباما كانت سياسة اللا فعل، لم يعمل شيئا ولم يحل أي مشكلة، فبقيت المشكلات عالقة في هذا الجزء من العالم. لا أدري إن كان السيد ترامب بإعلاناته الاستفزازية المتكررة بأنه سيطرد المسلمين من الولايات المتحدة وسيبني سيور لمنع الهجرة وهذه المواقف المثيرة للجدل، لا أدري إن كان سيسعى إلى حل مشكلات المنطقة العربية والشرق الأوسط. المشكلة الكبرى أيضا في الشرق الأوسط متراجعة، وهذا لا أدري كيف ستسير، كيف سيكون الرئيس الأمريكي الجديد في اليوم التالي للانتخابات، مع من سيقف ولمن سيتوجه. أشكرك السيد ملهم الملائكة الكاتب الصحفي والإعلامي من بون من ألمانيا. يعني أستاذ سيد، ما يتعلق بالملف المصري أيضا وأجندة العلاقات الأمريكية المصرية، لأنه الحقيقة بنجد أن هناك يعني تباين بين ترامب وكلينتون بشأن التطورات الأخيرة في مصر. بنجد أنه ترامب اتهم كلينتون مرارا بأنها متشددة وأنها ساهمت في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومساندة نظام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية. يعني هذا التوجه برأيك، ودائما ترامب يصف النظام المصري الحالي بأنه نظام صديق للولايات المتحدة الأمريكية، يعني توقعاتك للعلاقات المصرية الأمريكية في حال فوز أي من المرشحين؟ كل هذه التصريحات الحملة الانتخابية لا يجب الاتكاء عليها أو بناء مواقف عليها. هناك عبارة قالها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عند لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام الماضي. قال إن العلاقات المصرية الأمريكية هي حجر الزاوية في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. هذا توصيف دقيق للعلاقات المصرية الأمريكية. لا تستطيع أي إدارة أمريكية أنها تتجاهل الدور المصري في المنطقة أو تسعى للإضرار بالعلاقات مع مصر. الدليل على ذلك أنه كل الإدارات الأمريكية السابقة كانت تسعى دائما إلى كسب ود مصر، سواء في عهد أيزنهاور الذي كما سبق أن قلت قام بالدور الرئيسي في إجبار إسرائيل على الانسحاب بعد عدوان 1956، لأنه بعد أن انسحبت كل من إنجلترا وفرنسا صعب على إسرائيل إنها بعد ما احتلت جزء من أراضي سيناء أن تنسحب منها، فأرادت الاحتفاظ بشرم الشيخ إلى أن أجبرت تحت ضغوط من أيزنهاور إلى الانسحاب من شرم الشيخ في 16 مارس سنة 1957. جاء بعد ذلك جون كينيدي وبذل جهودا كبيرة لكسب ود الرئيس جمال عبد الناصر، وكان على تواصل معه بيرسل له خطابات شخصية، وقدم لمصر معونات قدرت بحوالي 500 مليون دولار في ذلك الوقت. هي ضعف المعونات الأمريكية اللي قدمت لمصر خلال الفترة من 46 إلى 61. بذل جهودا كبيرة لوقف البرنامج النووي الإسرائيلي مقابل أن توقف مصر برنامج تطوير الصواريخ القاهر والظافر، ولكن الرئيس جمال عبد الناصر رفض وقف تطوير برنامج الصواريخ وبالتالي فشلت جهود جون كينيدي في وقف البرنامج النووي الإسرائيلي. إذا قرأنا تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية سنجد أن كل الإدارات باستثناء إدارة ليندون جونسون، لأن هذا الرجل كان رجل غير عادي وكان رجل يميني متطرف وكان يعمل على خدمة المصالح الإسرائيلية أكثر من خدمة المصالح الأمريكية، والدليل على ذلك حادث السفينة ليبرتي وما جرى فيه. طيب.
نتحول إلى الملف الإيراني لأنه بيشكل جزء مهم من خطابات المرشحين، وبنرى أن هناك اختلاف في وجهات النظر ما بين كل منهما، لأنه يعني دائما ترامب ما كان يهاجم كلينتون في خطاباته ويتهم إدارة باراك أوباما بأنها فشلت في إدارة الملف الإيراني، وأنه الاتفاق الذي أحرز مع إيران يمثل خطأ فادحا وصفقة مهينة على حد وصفه، فيما ترى كلينتون العكس تماما وترى أنه يعني هذا دفع إيران لتقديم تنازلات من خلال هذا الاتفاق. يعني تعليق حضرتك على توجه الولايات المتحدة الأمريكية نحو إيران في الفترة المقبلة، خصوصا مع تصريح ترامب بأنه سيهزم إيران في حال فوزه. سيختلف الأمر على نتيجة، ستوقف الأمر على نتيجة الانتخابات الأمريكية. نعم. إذا جاءت هيلاري كلينتون فسوف تكمل مسيرة باراك أوباما في العلاقات مع إيران، أما إذا جاء ترامب فكما وعد أنه سوف يمزق الاتفاق النووي الإيراني مع دول 5+1، وربما تبدأ مرحلة صدام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سوف طبعا تستفيد منها إسرائيل. الصدام الأمريكي الإيراني سوف ينعكس على أزمات المنطقة في اليمن وفي العراق وفي سوريا، وسوف تتغير شكل الأحداث في المنطقة إذا ما جاء ترامب إلى السلطة. تمام. طيب ما يتعلق ب يعني الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وتأثره بهذه الانتخابات، ونحن نرى أنه يعني دول كبرى في المنطقة بدأت تتأثر اقتصاديا في الفترة الأخيرة بعد يعني الاكتشافات النفطية في النفط الصخري الجديد وانهيار أسعار النفط وغيره. يعني تعامل الولايات المتحدة مع هذا الملف في إطار يعني أزمة اقتصادية عالمية أيضا بيمر بها العالم ككل، لن يكون هناك أي أثر ملحوظ على الأوضاع الاقتصادية في الشرق الأوسط. نعم. النفط الصخري ما زال في مراحله الأولى، ما زالت تكلفة استخراجه عالية، ما زال لا يشكل منافس حقيقي للنفط اللي بمستخرج من أبار النفط العادية. نعم. ولكن اللي حاصل أنه العلاقات الأمريكية مع دول منطقة الشرق الأوسط والدول العربية في حاجة إلى مراجعة. كما أشرت في بداية الحوار، العلاقات الأمريكية السعودية في حاجة إلى ترميم، العلاقات الأمريكية المصرية في حاجة إلى تعزيز ودعم، العلاقات الأمريكية التركية في حاجة إلى إصلاح بعد ما أصابها بعد الانقلاب الذي حدث في تركيا في يوليو الماضي، وملفات الشرق الأوسط كلها سوف يتم مراجعتها مع مجيء إدارة جديدة إلى البيت الأبيض. نعم. بشكرك الأستاذ السيد هاني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية والكاتب المتخصص في الشؤون الدولية، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. مشاهدينا هذا الصباح ما زال متواصل معكم، وتغطيتنا للانتخابات الرئاسية الأمريكية متواصلة. عودة من جديد لزميلة منى الشايب بعد الفاصل وقراءة جديدة في واقع الانتخابات الأمريكية الرئاسية.